جميل جدا. طبعا قدامنا المائدة عامرة وكمان على الجنب بدأت كمان المائدة تكون عامرة. طبعا أنا بس حابة أقول لك إنه إحنا رجعنا على الهواء فارتاح. لا في كثير حركة حوالينا. شفتي ما شاء الله كل هالكرو يعني هالطاقم بس عشان يعملوا الشوكولاتة اللي إحنا بناكلها كده في الليل قبل ما ننام. إحنا ولا في الليل قبل ما ننام. أنا باكلها في الليل. في الليل قبل ما ننام يا للهول. طيب على العموم خلينا نتكلم عن الشوكولات اللي هي طبعا بتمر بمراحل عدة في تصنيعها من المادة الخام اللي هي طبعا ثمرة الكاكاو طبعا وصولا إلى شكلها النهائي بطعمها اللذيذ. رح يفاجئكم الشكل الأساسي للقهوة. مظبوط للشوكولاتة للكاكاو لثمرة الكاكاو طبعا فعلا بالفعل رح تتفاجئوا منها وسنتعرف أيضا على كيفية يتم تصنيع الشوكولاتة وكيف حتى يمكن التمييز بين أنواعها الجيدة والغير جيدة. للحديث أكثر ينضم إلينا جلال غيازة صباح الورد. صباح الخير صباح الشوكولاتة على استضافتكم. خلينا مرة واحدة. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن الشوكولاتات الموجودة بأنواعها المختلفة نبدأ مع ثمرة الكاكاو اللي أنت بالفعل صدمتنا بشكلها وكيف هي موجودة. إذا نبدأ نشرح من ثمرة الكاكاو. الشوكولات هذا يسميه الكاكاو بينز اللي هو الفاكهة بنفسها. أوكي. اللي تتاخذ من الشجرة. أيه. وبعدين الفلاحة هناك في المكان تنفتح نعم ويطلع منها الكاكاو بنفسه. أيوة. لكن يكون فريش وأبيض. يتخمر مدة من 3 إلى 4 أيام. ويكون معاه ورق شجر الموز. وبعدين يتجفف مع شجر ورق شجر الموز. ليش؟ نعم بطريقة بتاع التخمير. كويس. كل أنواع الشوكولات؟ نعم أقبل كل الأنواع. أقبل الشوكولات. أوكي. وبعدين يتجفف في بالشمس. أيوة. من 3 إلى 4 أيام. ممتاز. بنوصل للمادة الخام بتاع الشوكولات. بتوصل لهذا الشكل. يعني أيوة. نعم. طب وبعدين إيش المرحلة اللي بعدها بيصير؟ أوكي. وبعدين طبعًا الكلام هذا كله أكثر شيء. أو في أفريقيا أو في جنوب أمريكا كويس في الإكواتور في فنزويلا يروح أكثر شيء لأوروبا. ينطحن بيصير طحين باودر. أيوة. بيتشال منه الزيت اللي هو زيت الكاكاو. على حسب أو ينخلط بالحليب البودرة الباودر أو يقعد زي ما هو. أوكي. طبعاً أكبر سر في الكلام هذا اللي هو يحدد الجودة متاع الكاكاو والجودة متاع الشوكولات اللي هي الجودة متاع الفاكهة بنفسها الفاكهة الأساسية الأصلية. نعم. طب فين أكثر أماكن يمكن عندهم جودة أعلى جودة في الإكواتور وفنزويلا مش يعني سويسرا الشوكولاتة السويسرية مشهورة الشوكولات مش بالكاكاو. سويسرا تعرفت بالشوكولات عشان أول بلد خلقت حاجة اسمها الشوكولات بالحليب. لهذا السبب ونحن سويسرا على هذا سويسرا الشيء كانت يعني معروفة بالشوكولات. طيب خلينا نبدأ يعني احنا تحدثنا عن مرحلة تصنيع الكاكاو خلينا نبدأ في مرحلة صناعة الشوكولاتة. احنا طبعا أوكي. شايفين الشباب توصلنا الشوكولات كمادة خام. أوكي. عملية شوف الشيف ايش يعمل الحين. العملية ايش تعمل هذا الصحن انا حابة كأن يعني انزل فيه. انزل سباحة. اي تفضل. طيب الشوكولاتة يصير عملية تمبرينج. شو هي التمبرينج؟ نذوب الشوكولاتة 45 درجة وبالماكينة ننزل نبردها الى 27 ونحميها مرة ثانية الى 33 درجة. أوكي. العملية هذه يسميها تمبرينج مهمة جدا والفائدة منها أنه بيخلي الشوكولات ما تضيعش الزبدة متاعها بسهولة. بتصير كرانشي يعني قرمشة كده تتقرمش يعطيك الصحة وتصير تلمع. سو عملية التمبرينج بالنسبة لنا مهمة جدا. طيب ما زلنا عملنا تامبرينج والشوكولات ما زالت سائله. ايوه. الحين مش نعدي نمشي للمرحله متاع مش نعمل اخر مرحله متاعنا. اوكي. عمليتين
أو نشتغل بالقالب أو بدون قالب. نعم. هما شو بيشتغلوا؟ أيوة طريقتين قاعدين يشتغلوا. الحين الشيف يشتغل بالقالب. بالقالب هذا. كيف بالقالب؟ نعبي القالب بالشوكولات وفي ثانية بالفضية. ندخل البراد ممكن 10 دقائق. بتصير عنا الشل متاع الشوكولات. يتعبى بالحشوة اللي احنا عايزينها وبعدين نسكرها مرة ثانية بالشوكولات. هذه الطريقة ناكلها في ثواني وانتوا قاعدين تصنعوها في ساعات. والطريقة الثانية انه نجهز الحشوة وبعدين نغلفها من فوق ومن تحت. انا اخترت لا. لك اللي فيها بندق. إيه بس انا حابه ولا... اللي بالكوكونات الابيض. ما قلنا لك الشوكولاته البيضاء مش مفيده يا بنتي. هذه شوكليت هذه شوكليت بالفريش جوز الهند. أيوة. كوكونات. انا من محبين الكوكونات بكل اشكاله. احنا معروفين بديليس بنشتغل بالفريش فروتس على طول. ممتازه. طبعا هو الشوكليت السوداء يعني هي صحيه اكثر بس يعني يلا مش مشكله. I think شي بندق or something صح؟ خلطة البندق. أنت اسألي لي أنا أكلت. طيب جميل. إذا عندك هنا اللي استعرضناهم اللي قدامنا يعني كلهم بالأساس كانوا كذا بس بعدين في إضافات كثير بتدخل في مرحلة لاحقة بعد ما أنتم بتزبطوهم. هالإضافات يعني قد إيش بتاخذ وقت بعد المرحلة الأساسية؟ يعني إحنا صار عندنا وقت طويل إلين ما وصلنا الشوكليت. أوكي. في حشوات خصوصا اللي بالفاكهة بالفريش فروت لازمها 24 ساعة في البراد الخلطة قبل ما تقدم قبل ما الحشوة تتملى بالشوكولات. أيوة أيوة. لكن معدل لازمنا 24 ساعة. طيب أنا في نوبة. نشكرك على وجودك معنا طبعا وعلى يعني الأشياء شكرا. الطيبة اللذيذة هذه يعني وصراحة السر 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 في السر في الجودة بتاع الفاكهة بالأصل الأساسية. طيب يعني صراحة معلومات جدا جميلة اليوم. أول مرة نتعرف على يعني اللي بناكل هالشوكلت كيف هي أساسها. كان معنا طبعا في الاستوديو جلال غيازة. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا. طبعا صعب علي جدا يعني كل هالمجهود في ثواني. احنا شدتني في الليل فاصل ونواصل. طيب احنا بعد الفاصل فاصل ونواصل احنا هنكمل اكل مبدئيا. تفضل. اي وحده اي وحده كراميليا لازم تجربوها. هذه